السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب كل أصحابي وكل حبايبي اللي بيشاهدوني وبيتابعوني يكونوا بخير. النهاردة هناخد عملي زي ما تعودنا في حملة الدعم للموسم الثالث. إن شاء الله كل حاجة هتكون عملي. النهاردة العمل بتاعنا هيكون موقع بيكس باي، وهو موقع خاص بالصور، والصور اللي عليه والفيديوهات اللي عليه كلها ملهاش حقوق نشر. كمان هنتعرف على تطبيق على الموبايل خفيف قوي ولطيف، وبيحولها لفيديو على طول، يعني في أقل من نص ساعة هنكون عملنا فيديو يترفع على القناة، وبالطريقة دي هنقدر نرفع فيديو كل يوم. يعني القنوات المبتدئة دايما نقول يفضل انها ترفع فيديو كل يوم او فيديوهين اتنين وتلاتة كل يوم علشان نقدر نحقق 4000 ساعة بسرعة. النهاردة هنعمل فيديو في نص ساعة، هيكون خفيف وسريع، وهيكون الصور اللي هنستعملها فيه من الموقع اللي بيتيح الصور ملهاش حقوق نشر خالص، بتستعملها براحتك وبندخلها على التطبيق ده بيحولها الفيديو على طول. تيجي نشوف الموقع كده اهو، هو ده موقع بيكس باي. انا هسيب لكم اللينك بتاعه تحت الفيديو. الموقع ده كل الصور اللي عليه، في حاجات كتير مش بس صور عادية، صور وفيديوهات ورسومات ولوجو، اهي كلها من غير حقوق نشر، يعني مسموح لك ومسموح لأي يوتيوبر يستعملها في القناة بتاعته وياخد منها جزء أو ياخد منها أي صورة أو أي فيديو أو مجموعة فيديوهات ويعملها ويرفعها على القناة الخاصة بي. النهاردة هنعمل مع بعض فيديو عن الكافي، عن القهوة. فيديو هيكون صغير وخفيف، هو مش هياخد مننا وقت، هنخلصه بسرعة ان شاء الله. دلوقتي هستعمل، يعني هاخد خطوات بسيطة جدا لأي حد هيقدر يستعين بيها ان شاء الله. هنيجي ندخل على جوجل الترجمة، ادي نبدأ من جوجل اهو، ادي جوجل. هدخل على جزئية الترجمة اهي، وهكتب بالعربي قهوة، اهي قهوة، تمام، وهقول له ترجمها لي، فهيقول لي كافي. اهي هاخدها كوبي واروح للموقع بتاع الصور واقول له بيست، اوكي، واعمل سيرش. الصور اللي بتطلع، الكام صورة اللي بيطلعوا فوق دول يا جماعة اللي لوحدهم، دول بفلوس مش مجاني، لكن بقية الصور اللي تحت دي كلها كده مجاني، تمام. دي صور ثابتة. في كمان لو طلعت فوق كده اهي على الاختيار ده، افتحه هلاقي في فيديو اهو، اختار اختيار فيديو اهو، دي فيديوهات، نختار اي فيديو كده نشغله. ممكن الفيديو ده مثلا اهو، ادوس بلاي عشان اشوفه اهو. الفيديو ده ملوش اي حقوق، اعمل له داون اهو، بنزل تحت بلاقي الداون اهو، داون فري. فبيسألني انت عايزة جودته ايه. الموقع بيتميز بان جودة الصور والفيديوهات فيه عالية جدا وحلوة قوي، فلو اخترت الاختيار الاولاني اللي هو جودة اقل جودة اقل جودة، انا بشتغل من على الموبايل، الموبايل مهما كانت عظمته فمساحته صغيرة، فلما اختار المساحة بتاعت الفيديو او الجودة بتاعت الفيديو قليلة فما بياخدليش مساحة كبيرة. وكلمة قليلة هنا بالنسبة للموقع ده بتبقى حلوة جدا، يعني الصور دقتها عالية قوي حتى مع الجودة القليلة. فانا بختار، انا بختار الاختيار الاولاني وبنزله علشان يبقى خفيف عليا في المونتاج وما يتعبنيش لما بعمله عملية الريندر. حابب او حابة او اي واحد صاحب قناة حابب يعلي
الكواليتي بتاع الفيديو وعايز فيديو اكتر دقة واكتر وضوح، ده شيء يرجع لك. لكن انا بختار اقل دقة، وبالنسبة ليا جربتها اكتر من مرة دقتها عالية، يعني اقل واحدة دقتها جميلة جدا، فانا هختار اول اختيار واقول له داون. اهو بدأ ينزل كده، بينزل. بس ادوس باك كده وابدأ اختار كل الصور وكل الفيديوهات اللي انا عايزاها واللي حاسة انها تناسب الفيديو اللي انا بعمله. على الفيديو بتاعي اللي انا بعمله عن الكافي، وهختار مجموعة من الصور والفيديوهات بحيث نعمل مع بعض. الفنجان ده شكله حلو بصراحة، نعمل مع بعض فيديو صغير وخفيف عن القهوة. خلاص انا مش هطول معاكم الفيديو، كده احنا دولنا فيديو اتنين فيديو مع بعض في الفيديو بتاعنا. خلاص كده ده اتداون، هندون دلوقتي صورة. اهي صورة ثابتة مثلا، دي شكلها جميل، هندونها بنفس الطريقة. دي صورة بننزل هنلاقي الدون، وبرضو انا بختار اقل دقة لان الصور في الموقع ده دقتها عالية قوي وكويسة يعني. تمام، هختار كمان فيديوهين. كده وبعدين هندخل على برنامج المونتاج اللي انا بستعمله، هنشوف مع بعض همنتج ازاي وهعمله ازاي. الفيديو ده هيكون فيديو جميل وخفيف. ماشي، اخد الفيديو ده. ده بقية الفيديو اللي انا نزلته اهو. يعني لما بندور بناخد بالنا ان ممكن بقية الفيديو، فيبقى جميل لما ناخد المقطعين ورا بعض، هيبقى حلو. اهو اعمل لها داون يعني، وانا بدور اطول بالي شويتين لان في مقاطع فيديو بتبقى مرفوعة على اكتر من جزء، واخد بالي ان مثلا انا بعمل سيرش بالكافي ممكن يطلع لي شاي مثلا ولا لبن ولا اي حاجة ملهاش علاقة بالسيرش اللي انا بعمله، فاخد بالي. كده انا نزلت كذا فيديو بالكلمة كافي ممكن او قهوة، ممكن اعمل كابتشينو مثلا. كده فهو كتبها لي بالانجليزي، باخدها كوبي وبرجع للموقع تاني وبكتبها في السيرش اهي. انا ما خدتهاش كوبي، استنى. اهي كابتشينو، يا رب تكون صح. بس واقول له ان انا فيديو، ممكن الصورة دي اشوفها كده. ماشي اوكي، هاخدها كده. لو اقصد يعني بالحركة دي ان لو ان عندك اكتر من كلمة ممكن تنفعك، وخصوصا في سيرش الفيديو بيبقى ضيق شويتين. ياخد الشكل ده حلو، ما بحبه اصلا الشكل ده، واعمل لها داون كده. انا هوقف الفيديو عشان هحاول ادور على صور اكتر، ونرجع تاني علشان نعدي بمرحلة المونتاج، نشوف بعد ما نزلنا مجموعة الصور والفيديوهات دي هنعمل الفيديو بتاعنا. دلوقتي هنيجي للتطبيق اللي هنستعمله
في عمايل الفيديو. احنا نزلنا الصور والفيديوهات بتاعتنا، ملهاش اي حقوق نشر، خلاص هي مشاع اي حد ممكن يعمل يستعملها. دلوقتي هنستعمل الفيديو، الصور والفيديوهات اللي احنا نزلناها لفيديو، وهنعمله حصري كمان. يعني الفيديو اللي انا هعمله ده هو لما ارفعه على قناتي، اللي معمول من صور ملهاش اي حقوق نشر، الفيديو اللي انا كريته ده هو عملته وتعبت فيه، هو بقى حصري ليا. مش معنى ان انا استعملت فيه صور ملهاش حقوق نشر انه بقى مشاع لليوتيوبر التانيين، لا، الفيديو اللي انا بعمله دلوقتي ده بتاعي، محدش يقدر ياخده مني. واذا حد اخده من قناتي، اليوتيوب هيبلغني ان في حد اخد فيديو من فيديوهاتي. اوكي، دلوقتي هندخل على التطبيق دوت. التطبيق ده بيشتغل على الصور والفيديوهات، وهختار الاختيار التاني اللي هو قالب تلقائي. اهو هيطلع لي الاستوديو بتاع كل الصور وكل الفيديوهات اللي موجودة على الموبايل، كل حاجة، كل الصور وكل الفيديوهات اللي موجودة على الموبايل. اهو انا هدور على الصور بتاعتي، اهي دي المجموعة بتاعت القهوة، اهي صور وفيديوهات. بيميز لي الصورة بتبقى صورة معلهاش اي علامة، اما الفيديو فبيبقى حاطط عليها علامة الفيديو. فانا هبدأ ادور كده في الفيديوهات بتاعتي وابدأ ايه اختار. متاح ليا لحد 60 عنصر. يعني ايه 60 عنصر؟ يعني 60 صورة او 60 فيديو او خلطة بين الفيديو والصور. بس ناخد بالنا برضو ان ايه العدد ده هيأثر في تقل الفيديو. ماشي، واختار الصورة دي كمان، في صورتين اللي مع بعض دول الفيديوهين، اهو ده فيديو وده فيديو برضو. تمام كده، اختار دلوقتي. هو للأسف البرنامج هنا الصور اللي انا بختارها ما بقدرش ارجع فيها، يعني ما بقدرش اعدل في الصور اللي انا بختارها. ممكن اختار دي واختار دي. ماشي كده، تمام كده. انا اخترت 7 8 صور، اختار دي وانهي بالصورة اللي بتضحك الجميلة دي. كده انا اخترت 11 فيديو، وهستك 11 صورة وفيديو، يعني خلط بين الفيديوهات والصور. ولا هقول له التالي، التالي فوق اهي، هيبدأ هو اهو كده كريت لي الصور والفيديوهات ورا بعضها. تمام كده، مدة الفيديو حوالي 1.5 دقيقة. هو ده النمط الاولاني، انه بيبعد ويبين الصور ورا بعضها كده. هنشوف النمط التاني، اهو ده النمط التاني، هيجر الصور من تحت من فوق لتحت كده. ده النمط التاني، وفي النمط التالت هنيجي نشوفه دلوقتي اهو. بيجيبها من اليمين للشمال بالشكل ده. دول 3 انماط لك حرية الاختيار فيهم، وهي دي الانماط المجاني. في البرنامج في التطبيق يعني جزء تاني مدفوع بيديك انماط اوسع، بس انا بشتغل بالمجاني، ماشي الحال بيه. يعني انا هختار النمط الاولاني، بحبه وشكله بيعجبني اكتر. هنيجي على تحديد الراديو. تحديد الراديو ده اللي هي المساحة اللي بتظهر من الفيديو. انتوا شايفين المساحة ضيقة ازاي اللي ظاهرة في الفيديو، فانا هغيرها اخليها، هو مختارها كام؟ 16. انا هخليها 5 4 كده. نشوف الفيديو اهي، وسعت شوية، هخليها 1:1. هيقوم مبين لي الصور
بالنسبة واحد لواحد كده. اهي وسعت ومالت الشاشة كده، شكلها احلى برضو. نشوف كده لو اخترنا بالعكس. اوكي ماشي، انا هعتمد دي خلاص. نيجي بعد كده دي سرعة الفيديو. هنا الفيديو كان مدته لو رجعنا كده كان مدته دقيقة ونص. لو ان احنا قللنا السرعة كده شوية، هنقللها نسرعها كده عشان انا عايزة اوريكم الفرق. بس اهو بقى دقيقة وحوالي 8 ثواني لو اني عملت كده. اهو بقى دقيقتين وي، نخليها في الاولانية كده نشوف هيبقى كام. بعد دقيقتين الا 5 ثواني، فانا هعتمد ديت. وهنا بنحدد الاغنية تحديد. هنا بفتح هنا بقول له المقاطع الصوتية، فبيجيب لي الملفات اللي فيها المقاطع الصوتية كلها. انا ما عنديش غير صوت واحد بس دلوقتي على الموبايل اهو، ودي موسيقى من على اليوتيوب اصلا. ماشي، هقول له هعتمد علامة الصح دي. هو كده بيجيب الأغنية. ما فضلش ليا كده غير ان انا اعتمد مجموعة الصور والأغاني والموسيقى يعني اللي حطيتها على الفيديو كده. يبقى الفيديو كامل بالنسبة لي، اقدر احفظه على الموبايل وارفعه على اليوتيوب. كده الفيديو بتاعي خلاص هعتمده دلوقتي. هعتمده ازاي؟ بكلمة مشاركة. دي هدوس على مشاركة، فهيسألني عايزة الترقية ولا بالعلامة المائية. هقول له لا بالعلامة المائية، هي العلامة المائية بتاعته مش بتضايق، على الجنب كده صغير. لو عايز ترفعه على طول على اليوتيوب اختار اليوتيوب. لو عايز تحطه في المعرض وبعدين ترفعه، فانا هحطه في المعرض الاول وبعدين ارفعه. هنختار مش هنختار الترقية بقى، هنختار تحسين الجودة اللي هي 270 لسبب بسيط جدا، ان الترقية بفلوس اهو واحنا شغالين مجاني. جاري عرض الفيديو. البرنامج ده بيحتاج مساحة واسعة شوية في الفيديو علشان يخزنه، فاحنا هنعمل الفيديو ونخزنه ونرفعه وبعدين نمسحه علشان نعرف نعمل فيديو تاني. تمام كده. كده تمام الفيديو اتحفظ معايا. هروح بقى للمعرض كده عشان اشوفه.
نفتح فيديوهات اهو، هو ده الفيديو اهو، هشغله اهو. انا كده خلصت الفيديو وارفعه على النت عادي. انا هسيبكم بقى اشوف الفيديو ونتيجة شغلنا، وياريت لو ان الشغل عجبك متبخلش علينا باللايك والشير، ولو اول مرة بتنورنا في القناة دوس سبسكرايب وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. وشكرا ليكم ولمتابعتكم ليا، وشكرا لكل الناس اللي علقت لي تعليقات ايجابية على حملة الدعم.